تدور على الأناقة، تدور على الجمال. فريدوم إكسبرس، هذا الكرفان بطول 33 قدم، مع مطبخ داخلي، مع مطبخ خارجي، مدخلين، مع توسعة يكفي له 8 أشخاص. هذا الكرفان بنعطيك إياه مع محول، مع شطاف، مع طاقة شمسية. اتفقنا نوصل لك إياه لين باب المنزل. كنت في قطر، كنت في السعودية، كنت في عمان، كنت في الإمارات، قول بسم الله. هذا الكرفان بسعر 187 ألف درهم، كل دولة بضريبتها. نقول بسم الله ونشوف الكرفان مع 5 جيكات توماتيك. الجيك بمقدمة الكرفان، الزجاجة، الجيكات التوماتيك موجودة، 5 جيكات توماتيك. مستودع كبير الخارجي صديقي، نظام الـ LED، السماعات الخارجية، المظلة الكبيرة، مدخل يمين ومدخل يسار، مطبخ الخارجي، عندك الثلاجة، عندك الفرن موجود داخل الكرفان. فريدوم إكسبرس كرفان كوتشمان، عندك الدرج الخلفي، توسعة كبيرة، عندك شاور بوكس. نسمي بسم الله وندخل الكرفان. ندخل على أحلى تقسيمة لهذا الكرفان. هذا الكرفان الكل يطلبه لأن الطول 32 قدم، كل سيارة تقدر تقلصها. طبعا هذا الكرسي يتحول إلى سرير، مو بكرسي، لا سرير، اثنين يرقدون على هذا السرير. نشوف طاولة الطعام تحول إلى سرير في هذا المكان. عندك الماستر، عندك سرير فوق وتحت. كم يكفي هذا الكرفان؟ لتسع أشخاص. دبل سرير لعيالنا، عندنا زجاجة أولى وزجاجة ثانية، وعندنا الكهرباء ونظام USB في هذا المكان. وهذا سرير النوم، وهذه زجاجة. ننزل تحت الزجاجة، هذا المكان تقدر تخزن اللي تبغيه. لا لا مو بغرفة نوم هذه، لا 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 مو بغرفة نوم، مستودع كبير، مستودع خزن صديقي، خزن. ني على دورة المياه، ما شاء الله سيراميك في هذا المكان. عندنا مستودع تحيدون عاد الكبت الأولي اللي حق التلفزيون، نحط الشرايط، نحط الأفلام في هذا المكان. الحمد لله والشكر أيام. طبعا في هذا المكان تقدر تشكله على كيفك. هذه الثلاجة 12 فولت. نأخذ الميزات، عندك هني الفرن، الفرن الشفاط والميكرويف، نستخدم له 3 أشياء. مستودع كرفان من شركة الكوتشمان، كلها مستودعات مستودعات مستودعات، ومطبخ كبير. كم بتشوف من هالمستودعات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أوه، عشان يشوف إن البريشر حق التاير ويعطينا حرارة التاير، ما نسوك ترى القطعة موجودة يعني. كلها مستودعات، نشوف فيها أغراض. نعم 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 نعم، فيها أغراض، فيها أغراض، فيها أغراض. أغراض الكرفان، كرفان جديد. طلعنا الأغراض، تحط أغراضك، تبى تقطع، تبى تسوي، هذه الأغراض كلها جاية من المصنع. الماستر روم صديقي، هذه الماستر روم طبعا غرفة معزولة. مستودع 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 مستودع، خلصنا. نشوف نشوف فيه تحت، ما شاء الله مستودع، عندك على الطرف اليمين وعلى الطرف اليسار، وهني مستودع تشوفه. وعندك إضافة، هذا الكرفان فيه مكيفين ونظام السنترال، وعندك السماعات الداخلية لهذا الكرفان، عندك السنسر الحريق لهذا الكرفان، وهذا حق الإنترنت. لازم نشوفها كيف يشتغل هذا النظام الانترنت، لازم تشيك ونشوف. طبعا هذا الكرفان نركز شوي يا اخواني، اثنين بيرقدون هناك، وهني بيرقدون اثنين صغارية، وهني بيرقدون اثنين كبار، وهني اثنين، وهني اثنين، كم بيستون؟ 10. بس نقول يا اخواني شوفوا نركز شوية، واحد بيرقد هني، تبون الدلع الحين، واحد بيرقد هني وواحد بيرقد هني، طبعا اثنين يقدرون يرقدون ويرقد يرقد واحد. نقول خلاص نبغي الفايف ستار، نقول 1 2 3 4 5 6، 5 6 يعني 6 اشخاص يرقدون مرتاحين كل واحد على سرير. فهذا هو الفريدوم إكسبرس. نشوف ألوان الخشب الداخلية، هذه طاولة الطعام وتتحول إلى سرير وتتحول إلى قاعدة. فهذا الكرفان الفريدوم إكسبرس كرفان جميل، أتمنى أنك تيجي وتزورني في المحل تشوف كل ما هو جديد في عالم الكرفان. ختامية لهذا الكرفان الجميل، هذا الكرفان بسعر 187 ألف، شامل التوصيل، شامل الجمارك، وين ما كنت في مجلس التعاون. هذا الكرفان مع مدخلين ومع مطبخين، كرفان جميل، كرفان فريدوم إكسبرس. هذا الكرفان تأخذ من عندي شهر، هذا الواصل من 5 أيام، تواصل من 10 أيام، تأخذه فرش طالع من المصنع فرش، لا وقف هني ولا وقف هني. فإن شاء الله بتوصل عند أخوك براشد، بتأخذ أحلى كرفان، كرفان فريدوم إكسبرس، كرفان أنواع وتشكيلات. أتمنى أنك تزورنا في ممر السعادة تشوف كل ما هو جديد في عالم الكرفان. أخوكم براشد، يتشرف فيكم، مع السلامة.